إنتاج خدمة الإمام الشاطبي الدعوية. هناك آداب يعني ينبغي مراعاتها وسنن في الأضحية. أولا الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا أظفاره شيئا. هذه من السنن والآداب، يعني الإنسان اللي يبغى يضحي وعنده الأضحية إما أنها شراها ولا عنده في الزريبة دياله ولا عنده ثمن ديالها ويريد أن يشتريها، يعني عنده العزم باش يشريها. فإذا دخلت العشر من اللي يظهر الهلال ديال ذي الحجة ما باقي يقطع ظفاره، ما باقي يقطع شعره، يقطع الشارب دياله، ولا يقطع الحلق العانة، ولا ينتف الإبط، كل ذلك يمتنع عنه ويمسك عنه. قيل في الحكمة أنه يتشبه به أصحاب الإحرام يعني أصحاب النسك، وقيل بأنه يبقى مجتمع الأجزاء كي يعتق بتمامه عند يوم النحر، وقيل غير ذلك. هذا الأمر يعني اختلفوا فيه العلماء. فلا يأخذ، وش هو للمنع فيكون محرما، يعني وش لقطع أظفاره يعني دار شي حاجة من المعاصي المحرمة، أم أنه ارتكب أمرا مكروها، أم أن الأخذ من الشعور أمر جائز لا بأس. اختلف العلماء على ثلاثة أقوال، والأحوط هو المنع وأن الإنسان يمتنع. وهذا المنع هذا من العلماء من قال بأنه خاص بمن ينفق، يعني مثلا بصاحب الذبيحة، ومنهم من قال بأنه يعم جميع أهل بيته، يعني ماشي فقط هذاك الرجل اللي شاري الأضحية، حتى مراته حتى أولاده كل من تلزمه نفقتهم فإنهم يمتنعون عن ذلك. وقد ورد حديث في مستدرك الحاكم أن ابن عمر رضي الله عنه مر على امرأة وهي تحلق شعر ولدها، شد واحد الوليد ديالها وكتحسنه في هذا العشر، كتحسن له، قال لو أخرتيه إلى العشر تأخري حتى تدوز هذا العشرين. فأخذ العلماء بأنه يعني أمر يعم، لأن هاد الوليدات هادو تا هما راه مضحين، يعني شي واحد إلا ما ميسر ليش وما يضحيش غادي يقول وليداتو حتى حنا راه ما ضحيناش، لكن إلا باهم شرى الأضحية غادي يقول لك راه حنا ضحينا هاد العام. فهو تشملهم هذه السنة. وطبعا من خالف هذا الأمر وقطع ظفرا أو نتف شعرا أو حلقة أو كذا أو كذا فإنه يأثم على القول بتحريم الأخذ، ولكن لا فدية في ذلك. شنو هي الكفارة؟ ما فيها كفارة، ما فيها فدية، وإنما يستغفر الله عز وجل ويقلع. إنتاج خدمة الإمام الشاطبي الدعوية. لا تنسوا الاشتراك في قناة خدمة الإمام الشاطبي الدعوية والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد.